السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنت بدور على برنامج مجاني يكون بيتعامل مع الكلاود، بيتعامل مع ال 3 دي بوينت كلاود، وبيتعامل مع مش يقدر يفتح الملف، نقدر ان احنا نعمل له فيو، نقدر ان احنا نعمل له اديت، نقدر ان احنا نسيفه بمزيد مختلف. فلقيت برنامج مجاني ومفتوح المصدر اسمه كلاود كومبير، تقدر ان انت تفتح الملفات بيه وتقدر ان انت تسيفها بمزيد مختلف، ولو في حاجة محتاجة تعديل تقدر ان تعدل فيها. مثل البرنامج مجاني اوبن سورس، تقدر تحمله بدون اي مشاكل خالص واستخدامه سهل خالص. ده البرزنتيشن بتاعه، لو انت عايز تحمله تقول له داونلود وتبدا ان انت تحمل الملف مباشره. دي الواجهه بتاعته، بحيث ان انت تقدر تحمل اكتر من ملف وتقدر ان انت تخفيهم او تعمل له انلود من الجزئيه ديت. وهنا هتلاقي الصفحه بتاعته على الجيت هاب، بحيث لو انت مبرمج وعايز تاخد اي جزء منه تقدر ان انت تستدعيه. وده التوتوريال الشرح بتاعه، هتلاقي دروس كتيرة شرحها البرنامج وازاي ان انت تعمل معاه.